شيخون بعد مضي 10 دقائق من الشوط الأول، كرة أوفر داخل منطقة الجزاء، وأولى الأهداف، أولى الأهداف لنادي خان شيخون من كرة عرضية. وبالتالي إسماعيل الكابيتانو بيراوغ إسماعيل محمد، بيلعب كرة ساقطة، يا الله على هذه الكرة، يا الله على جمالية الكرة الساقطة. والهدف الثاني أتوقع بإمضاء صالح جورية عبر الخطوط الثلاثة، كرة للحياني لمحسن سليمان، محسن سليمان داخل منطقة الجزاء، محسن سليمان يواجه حارس المرمى، محسن لثالث الأهداف، وبالفعل محسن سليمان يسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 45. علامة أو ركلة الجزاء إسماعيل محمد لرابع الأهداف، وبالفعل إسماعيل محمد في الدقيقة 49، أي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن الشوط الأول. عبد الله الزين بيلعب كرة في العمق لمحسن سليمان، محسن سليمان يراوغ، محسن سليمان لمواجهة حارس المرمى، ومحسن سليمان يسجل خامس الأهداف، محسن سليمان يسجل خامس الأهداف. سنديوب لإسماعيل محمد، إسماعيل محمد على جهة اليسرى، إسماعيل بيقف على كرته، إسماعيل بيلعب كرة عرضية لعمر سعد الدين، يا الله يا الله يا الله على هذه الكرة العرضية المميزة والدخول الرائع برأس لاعب عمر سعد الدين إلى جهاد سليمان، ولكن تقطع تعود لي عبد الرحمن النايف، يتقدم عبد الرحمن النايف يلعب الكرة، وهنا محاولة التسديد والهدف الأول، الهدف الأول لنادي أمية محمد زكور أم حسين بعد الهدف. هذا ما كنت أقوله مع بداية هذه المباراة. هنا الضلع، أو هنا عفوا القزوم، نتمنى السلام ضلع يا عهلي على حسين بتستلام هذه الكرة، يا سلام يا حسين، حسين مخزوم يلعبها، تعود من جديد إلى سمسم، سمسم عبد الرحمن النايف، سمسم يتقدم إلى الأمام، يسلم الخطورة الكرة الأرضية ويسجل من جديد هدف ثالث. الكرة إلى القزوم، القزوم يدخل، القزوم يلعب الكرة، يا سلام على هذا الهدف الجميل، كرة جميلة من القزوم إلى شق زيدان. طبعا الخروج كما ذكرنا لأكرم خطاب وليس للاعب مصطفى زيدان. كرة على حافة منطقة الجزاء لعاصم عثمان، عاصم عثمان سدد كرة وأولى الأهداف، هدف إدراك التعادل، هدف إدراك التعادل لنادي تفتناز مع بداية الشوط الثاني. للبرازي ضياء، ضياء البرازي، ضياء بيسدد كرة، ضياء البرازي وكرة خادعت حارس المرمى، وهدف، هدف ثاني لنادي تفتناز وبإمضاء محمد خوجة علي. أول أهداف هذا اللقاء ونحن نشاهد إعادة الرأسية لأحمد حسين، أول الأهداف محمد أمين هنا لمصلحة سرمدة، أول الأهداف الموجودة هنا لمصلحة نادي سرمدة. لكن الكرة كانت خاطئة ويستثمر هذا الخطأ أجمل استثمار ويسجل أولى الأهداف عبد الرحمن بكور. مميز إبراهيم بكرو، إبراهيم بكرو لراشد حنظل، راشد بغير اتجاه اللعب لأنس ديبو، أنس ديبو داخل منطقة الجزاء، وأنس ديبو لثاني الأهداف في الدقيقة 36. عوضا عن اللاعب سامر يوسف وأيضا اللاعب أحمد حمزة، وكرة لأولى الأهداف، كرة باغتتنا للأمانة وفي الثواني الأولى ثالث الأهداف. أنس ديبو أكثر من خيار أمامه، أمامه عبد الرحمن بكور، عبد الرحمن بكور بمواجهة حارس المرمى، وعبد الرحمن بكور يسجل رابع الأهداف في الدقيقة 55. وهي لوائح ناظمة لدى اتحاد كرة القدم بهذا الشأن. كرة لدكتور الملاعب سامح قبطور، سامح قبطور لخامس الأهداف، سامح قبطور نعم يسجل خامس الأهداف. وبالتالي خلال الجولات الماضية وهذا اللقاء، وكرة من جديد لسامح قبطور ولسادس الأهداف، سادس الأهداف لنادي عرادان، والهدف الشخصي الثاني. كرة بينية للدكتور سامح قبطور، سامح قبطور داخل منطقة الجزاء يراوغ حارس المرمى وبيلعب كرة عرضية، لكن طالت هذه الكرة على أنس ديبو، يعني يعود بالكرة أنس ديبو من جديد لداخل منطقة الجزاء لأيضا القبطور، يعني لمسات، لمسات هدف، يعني استلام وتسليم. نادي كلي كرة داخل منطقة الجزاء وبكرة عرضية لمازن الحاج أسعد، وهذه المرة هدف
هدف لمازن الحاج أسعد لنادي كلي في الدقيقة 89.